تحت شعار من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، انطلق الموسم الدراسي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية بإقليم المضيق الفنيدق، حيث بلغ عدد التلاميذ الذين التحقوا بأقسامهم أكثر من 50,000 تلميذة وتلميذ. تعرفنا على التلاميذ بتقديم أنفسهم، كذلك التعرف على القانون الداخلي للمؤسسة وبعض الإجراءات التي يتم احترامها بين الزملاء داخل القسم. أما عدد المؤسسات التعليمية التي خصصت لاستقبال هؤلاء التلاميذ بالإقليم خلال الموسم الدراسي فقد بلغ 71 مؤسسة تعليمية تتوزع على 41 مؤسسة ابتدائية و18 مؤسسة ثانوية و12 مؤسسة ثانوية تأهيلية. كانت هناك مجموعة ديال المجهودات المبذولة من طرف الأطر الإدارية والتربوية في المؤسسة التعليمية من أجل إنجاح اليوم، لأننا كنعتبره هو هذا رهان أساسي من أجل دخول المدرسيين حقيقيين في وقته. فكانت هناك اجتماعات قبليه مع الساده المديرين والساده المفتشين من اجل حملات تحسيسيه ومن اجل احساسهم باهميه القصوى التي تنهجها سياسه ديال وزاره التربيه الوطنيه، الا وهي الانطلاق الفعلي اليوم 5. وقد تميز هذا الدخول المدرسي بالتحاق أكثر من 9,000 طفلة وطفل جدد بالتعليم الأولي، وهو ما يعكس نجاح الحملة التحسيسية التي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بمعية كافة الشركاء والجهات المعنية للارتقاء بالتعليم الأولي.